طبعا قبل لا نفوت ونشرح نبدي بلغة السي بلس بلس والإعازات مالتها، لازم نتعلم أول شي شلون ننصب البرنامج اللي راح نكتب بيه هاي الإعازات. طبعا أي لغة برمجية بيها برنامج خاص يفسر إعازات هذه اللغة ويحولها إلى لغة تفتهمها الحاسبة، هذا البرنامج يسموه كومبايلر. لكل لغة برمجية أكو كومبايلر خاص، بس أكو فد شركات معينة تبني كومبايلرات إلى لغات معينة. أشهر هذه الشركات هي شركة بورلاند. شركة بورلاند هي شركة مختصة في صناعة الكومبايلرز لمجموعة من اللغات. فالبرنامج اللي راح نعتمده هو اسمه بورلاند توربو سي بلس بلس النسخة 5.02. طبعا هذا البرنامج موجود اكو بالديسكريبشن مال الفيديو هذا، اكو لينك لي جوا، تقدرون تدوسون على اللينك وتسوون داونلود لهذا البرنامج. طبعا ورا ما تسوون داونلود راح يكون على شكل فالملف مضغوط، واحنا الملف المضغوط يبين اذا كانت اللاحقه مالته دوت زد اي بي، يعناتها ملف مضغوط، واحنا نضغط الملفات حتى يقل حجمها حتى يصير عمليه رفعها او داونلود مالتها على الانترنت اسرع. فالملف المضغوط لازم اول شيء نفتح الضغط مالته، نسوي له اكستراكت حتى نقدر ننصب هذا البرنامج. فنسوي رايت كليك ونختار اكستراكت اول، طلع لنا شاشه نيكست. نحدد المكان اللي راح تصير الملفات راح تصير لها اكستراكت وين، فهو نفس المكان على الديسكتوب. نيكست راح يبدي يسوي عمليه فك ضغط هذه الملفات. فبعد ما يكمل ندوس فينيش، فراح يصير عندي فولدر على الديسكتوب. بداخل هذا الفولدر اكو فولدر ثاني، بداخل هذا الفولدر الثاني اكو الملفات اللي خاصة مال تنصيب الكومبايلر اللي راح نشتغل عليه وراح نكتب بيه اعازات لغة السي بلس بلس. طبعا هنا هواية اكو ملفات، فشلون نعرف انه يا ملف خاص بالتنصيب؟ طبعا احنا المفروض نعرف انه بما انه نشتغل على ويندوز، فبالويندوز الملفات اللي انصب من عندها البرامج هي executable files، يعني اللاحقة مالتها تكون عبارة عن .exe. .exe يعني برنامج يتنفذ او برنامج تنصيب. فاذا نلاحظ عندي اكثر من واحد هو .exe، هنا لي جواكو بعد هذا اكو هنا أنا واحد، فشلون نعرف يا هو من عندهم مال التنصيب؟ طبعا من الاسم يبين انه setup معناته التنصيب. فاذا هذا الفايل اللي هو setup.exe هو المسؤول عن تنصيب البرنامج اللي راح نشتغل عليه. فشلون نشغله؟ دبل كليك على هذه الايكون مالته، فراح يبدي يشتغل مراحل التنصيب. اول شيء راح يعرض مجموعه من التكست فايلز، نقدر نقول له سكيب، يعني ما نريد تعرض لنا تكست فايل بها تعليمات، بها مواصفات الحاسبه المفروض، فنقدر ندوس سكيب. هنا أنا نوع الانستاليشن انه نخليه على التيبيكال، تنصيب اعتيادي، نيكست. هنا أنا راح يقول لنا وين تردون تنصبون هذا الكومبايلر، فراح يتنصب بالسي بفولدر اسمه BC5، يعني بورلاند سي النسخة الخامسة. طبعا هو هذا النسخة الخامسة بس يعني هم يعتبر قديم لأنه يعني في سنة 97، واكو نسخ قبله اكو الثالث توربو سي 3، هذا كان يشتغل على بيئة الدوس انه تصير مثل الشاشة زرقاء ونقدر نكتب بالكيبورد، ما بها ماوس، ما نقدر نتحكم بالماوس. بس هذا النسخة الخامسة على بيئة الويندوز بمنيوز وبجرافيكس يعني نقدر نتحكم بالماوس، فالبيئة اسهل من البيئة القديمة. فندوس نيكست، نيكست مرة ثانية، راح يقول لي راح الفايل راح يصير هنا، راح يقول لي المساحة، يقول لي هذا يحتاج هالقد حجم وانت عندك هالقد فراغ. فما دام الفارغ اكبر من هذا اللي required او اللي يحتاج البرنامج، فاذا اقدر انصب. اذا كان هذا اكبر من هذا لازم اروح افرغ الهارد مالتي من الشغلات الزايده حتى اقدر انصب، بس انا عندي فري سبيس كبيره. انستال، فراح تبدي عمليه تنصيب البرنامج داخل هذه الحاسبه. ف
فهذا مثل الاكو جيج هنا، من يصير 100 يوصل الى 100% يعني كمل التنصيب. وهنا يعرض اسماء او الفايلات اللي تتنسخ داخل الحاسبه. في عمليه تنصيب البرنامج شنو معناتها؟ معناتها انه هذا البرنامج بيفد ملفات، هذه الملفات احنا جامعيها في فولدر واحد. من انصب البرنامج الملفات اللي راح تنسخ وين تروح؟ تروح للسي، للفولدر اللي هو قال لنا عليه بالسي، فراح يبدي ينسخ ملفات البرامج. ودائما هذه الملفات مال البرنامج تكون مضغوطه يعني بداخل ملف التنصيب، فيسوي لها عمليه اكستراكت من ملف التنصيب الى وين ما راح تروح داخل الحاسبه. راح ننتظر الى ان يكمل التنصيب يوصل 100%. الى هنا هو كمل تنصيب حاليا. هم راح يعرض لي تكست فايل، فد يعني ملف قراءة لازم اقراه بتعليمات وبي شلون نستخدم برنامج، نقدر نسوي له سكيب بعدين اوكي. هنا راح يطلب مني اونلاين ريجستريشن، اسوي ريجستر واكتب يوزر نيم بالانترنت، هاي ما احتاج نسوي ريجستر سكيب. فلهنا كملت عمليه التنصيب. هذا الفولدر اللي فتحناه نسده. هذا اللي ينفتح الفولدر هو عباره عن شورت كاتس للبرنامج، عباره عن شورت كاتس. فد يعني شنو شورت كاتس؟ يعني من هاي الايقونات اقدر اشغل البرنامج. نقدر نسد هذا الشاشه اللي طلعت. عاده البرامج بويندوز من تتنصب وين تروح؟ تروح بالستارت منيو اول بروجرامز. البرامج دائما الجديده وين تكون؟ تكون بالاخير. فهو هذا البرنامج، وهاي الايقونز هي كلها عباره عن فد برامج مساعده للبرنامج الاساسي، برامج مساعده تسوي فد وظائف معينه للبرنامج الاساسي. البرنامج الاساسي اللي راح نشتغل عليه اللي راح نكتب عليه كود السي بلس بلس هو هذا اول واحد اللي هو البورلاند سي بلس بلس. نقدر نسوي له شورت كات على الديسكتوب اختصار، بدل ما كل ساعه يعني كل ما نشغل نفتح ستارت ونروح عليه، نقدر نخليه على الديسكتوب. ندوس رايت كليك سنت تو ديسكتوب، فراح يصير الايكون مالته على الديسكتوب ونقدر منها نشغل البرنامج. دبل كليك على هاي الايكون فراح يشتغل عندي برنامج البورلاند سي بلس بلس. طبعا الشغله مهمه نعرفها لازم، انه الفايلات مال هذا البرنامج او مال السي تكون اللاحقه مالتها مثل ما نشوف هنا دوت سي بي بي، لان كل ملف له لاحقه لازم حتى يتميز عن بقية الملفات. ملفات السي بلس بلس اللي راح نكتب الكود بها هي سي بي بي يعني سي بلس بلس. وهنا هاي هنا نقدر نكتب الكود مثل ما راح نتعلم، ونقدر بعد ما كتبنا الكود وكملنا اقدر اسيف هذا الشغل مالتي حتى اذا اريد اعدل عليه او اذا اريد اخزن البرنامج مالتي. فمن هاي القوائم نقدر من هنا نقول له سيف اس، مثلا نخليه على الديسكتوب. نقدر هنا نسميه مثلا بروجرام 1 او اي اسم دوت سي بلس بلس سي بي بي ونخزنه. فهاي شنو الفائده؟ حتى اذا اسد البرنامج فهذا الفايل اللي خزنته هسه بروجرام 1 دوت سي بلس بلس، اذا افتح البرنامج مره ثانيه اقدر افتح الملف مالتي، اروح على الفايل اوبن اوبن. طبعا انا وين خليته؟ على الديسكتوب. الديسكتوب هو الديسكتوب تابع للسي، يعني هنا اذا نشوف الدرايفز عندي A وعندي C وعندي D، الديسكتوب يكون تابع للسي، تابع للدوكيمنت اند سيتنجز، تابع لليوزر اللي هسه انا داخل عليه اللي هو الادمنستريتر مال الويندوز الديسكتوب. فمن ادوس على الديسكتوب راح يطلع لي الفايل اللي سويته، اختار الفايل وادوس اوكي فراح ينفتح عندي الفايل. مثلا اذا نقلت الفايل هذا بغير مكان، مثلا خليته على فلاش، مثلا سويت لكات، او خليته بالسي او الدي، مثلا اذا خليته هنا بالسي سويت له بيست، فهذا هو نسخته هنا أنا. وعندي برنامج قديم هم موجود هنا، شلون افتحه؟ فاقدر من البرنامج مثل ما سوينا هسه اقول له اوبن، اروح على السي
منها اختار السي، بعدين اروح على الروت يعني اعلى شيء، فراح يطلع لي عندي برنامجين، فاقدر اختار البرنامج اللي اريده واقول له اوكي، واكمل كتابة الكود او اعدل على الكود. ورا ما اكمل اقدر منها اسوي ران، وراح نتعلم شنو هاي الايقونات، شنو راح تفيدنا، وهذه القوائم. فهاي طريقة تنصيب الكومبايلر او البرنامج الخاص بتنفيذ الكود اللي راح نتعلم عليه باستخدام لغة السي بلس بلس.